بالمناسبة قبل ما أخرج على موضوع التحكيم وأروح لموضوع تاني متعلق بقرارات اتحاد الكرة بالأمس، إحنا في انتظار قرارات رابطة الأندية ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين على الأحداث التي شهدتها بعض المباريات في الجولة 11 من الدوري العام. مباراة أسوان والزمالك حدثت فيها أحداث أعتقد الكل شافها، صوت وصورة وفيديوهات وشريط الرسمي للمباراة وصور. وقبل كل ده وأنا بأكد على الهواء مباشرة، تقرير حكم المباراة كابتن أمين عمر وتقرير مراقب المباراة، التقارير واضحة وضوح الشمس وفيها تفاصيل موضحة ماذا جرى عقب نهاية المباراة، في انتظار قرارات رابطة الأندية وفي انتظار قرارات لجنة المسابقات هتطلع حجة بعد كده أصل التقارير ما فيهاش والحكم ما كتبش. أنا بأكد والكلام ده كلام مؤكد، التقارير ذكرت كل شيء لأن كل شيء كان متصور صوت وصورة، فأنت حتى لو ما عندكش تقارير الفيديوهات موجودة في لجنة انضباط. الناس هتقول لي إيه الهدف من كده؟ لا، الفترة اللي جاية لسه المشوار طويل في الدوري، كل واحد أخطأ لازم يتحاسب. إحنا شفنا في بعض المواقف جماهير الأهلي بتتعاقب على حاجات لا شفناها صوت وصورة ولا حد سمع عنها حاجة، وفي الآخر لقينا في عقوبات جت منين ما تعرفش، إزاي ما تفهمش. فبالتالي المنافسة طويلة وأي حد بيخرج عن النص لازم يتعاقب، وعندكم نصوص العقوبات واضحة، غرامات مالية، منع جمهور من حضور مباريات. وبالإضافة لكل ده بقى وقبل كل ده، الصورة كانت سيئة في حق التحكيم المصري، إن حكم يجري هو والمساعدين بالشكل ده، ده شيء غير مقبول. بالإضافة لده المباراة يعني ما كانش فيها أخطاء تحكيمية للدرجة إن البعض ممكن يعترض، ده بالعكس ده كان فيه أكتر من شكل ضرب الجزاء لأسوان، ومع ذلك شفنا هذا المشهد المؤسف بعد نهاية المباراة. فأتمنى والمفروض ده يحصل حتى بعيدا عن الأمنيات، يكون في قرارات رسمية وقوية بخصوص الأحداث اللي شهدتها هذه المباراة في الجولة 11.